نقل الدم أو الأعضاء معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب. وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته كما حكم الشرع بذلك. في قلنا القتل إيه؟ المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته كما حكم الشرع بذلك. وهذا سؤال بحاجة إليه، كيف يعني يقتل إنسان يقتل قلبه؟ عندما يترجع إن كان ميتا فهو من باب التمثيل، وإن كان حيا فهو من باب إضرار بالنفس، ففي أي صورتين كان النقل لا أراه جائزا. أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا، ولو حكم الأطباء بأنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل.